النهاردة أنا طلعت من البيت عشان أروح الشغل، فلقيت العربية الصوابع بتاعت البطارية مملحة جدا. فاتصلت بواحد صاحبي فقال لي إن حط على الصوابع بتاعت البطارية حط كاكولا سودا. فأنا هجرب الاختراع دوت وأشوف هيعمل إيه معايا، فخليكم معايا ونشوف ايه اللي هيحصل. انا جبت الكاكولا اهيت، وهنفتح باب العربية. شايفين باب البطارية؟ شايفين مملحة خالص، فهنحط عليها صودا ونشوف ايه اللي هيحصل معاها. زي ما انتوا شايفين اختراع رهيب. نضفت ازاي؟ نحط هنا كمان، شوفوا الاختراع. ده حاجة مش عادية. هندور العربية كده ونشوف. ندورها دلوقتي. هنشرب بقية الحاجة الساقعة، نشربها. ما كملتش اصلا كلها. الجو حر جدا في ميامي، درجة الحرارة 87 النهاردة. زي ما انتم شايفين وشي حر جدا النهاردة. الدنيا مغيمة، شايفين الدنيا مغيمة. امبارح كانت بتشتي شتا جامد، واول امبارح واول زي ما انتم شايفين. كمان ده الشارع اللي انا ساكن فيه. الشارع هادي زي ما انتم شايفين، جمال البيوت والطبيعه والشجر. وادي بيتي. بيتي اللي انا ساكن فيه، وزي ما انتم شايفين شجرة الجوز الهند، كوكونات. هنا الطبيعة، ادي واحدة هي عايز حد ياخدها يكسرها ويشرب ويقشرها. اتمنى اللي يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس ويلايك. باي.